أهلا بكم. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية إنشاء غلاف بحث أو كتاب على برنامج وورد بسهولة واحترافية بنفس الوقت. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية أغلفة الكتب والبحوث تكون عادة بقياس A4، فراح نذهب إلى قائمة تخطيط ومن ثم الحجم، اختار A4، نتأكد من القياس A4. راح نصغر العرض بهذه الطريقة، ومن ثم راح نضيف الصورة الخاصة بالغلاف من خلال إدراج صورة. طبعا راح نضيف هذه الصورة، راح نضغط عليها كليك أيمن، ومن ثم التفاف النص، وراح نختار خلف النص. راح نكبر الصورة بهذه الطريقة بهذا الحجم، ممكن تكبر أكثر، نزحفها إلى اليسار، نكبرها بهذه الطريقة وبهذه المنطقة. جيد. الآن راح نضيف دائرة من إدراج صورة، ومن ثم دائرة، راح نرسم دائرة ونحرص على أن تكون هذه الدائرة بنفس حجم الدائرة السوداء، لا بأس أن تكون أكبر بقليل. جيد. الآن طبعا من تنسيق، طبعا الخيار تنسيق يظهر عندما نضغط على الدائرة، من تنسيق نذهب إلى تعبئة الشكل، ومن ثم نختار صورة، نختار العمل دون اتصال، ومن ثم من ملف. بعد ذلك بشكل مباشر راح نختار الصورة اللي راح تكون خاصة بالغلاف، وطبعا نختار صورة دالة على الموضوع، وطبعا هذه هي الصورة. الآن راح نذهب إلى أدوات الصورة، تنسيق الصورة، ونختار على اقتصاص، نضغط على هذا السهم بهذا الشكل، ونكتب احتواء بهذه الطريقة. طبعا بإمكاننا أن نكبر الصورة من هذا المكان وبهذه الطريقة. راح نضيف العنوان الخاص بالبحث أو الغلاف من خلال إدراج مربع نص، ومن ثم رسم مربع نص، وراح نكتب قواعد الطهي. طبعا راح نكبر النص بهذه الطريقة، راح نختار نوع خط معين وليكن هذا الخط. جيد. راح نكبر حجم مربع النص بحيث يكون على كبر الورقة، وطبعا نختار توسيط، ومن تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي، وطبعا ممكن نختار عنوان بلون أحمر بهذه الطريقة طبعا، وراح نضيف مربع نص آخر من إدراج مربع نص، راح نضيف رسم مربع نص، وراح نكتب هنا طبعا هذا النص المساعد وليكن بهذه الطريقة. راح نضيف أيضا، نختار نوع خط معين، ومثلا يكون حجم الخط 30، أو ممكن يكون 33 مناسب، ونحرص فقط أن نلغي الإطار من تنسيق، تعبئة الشكل بلا تعبئة، المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي، وطبعا ممكن يكون بهذه الطريقة بهذا الشكل. جيد. الآن راح نستنسخ هذا النص من خلال نضغط على Ctrl، طبعا نبقى ضاغطين على Ctrl ونسحب بالأسفل، ونكتب إعداد أحمد حسن مثلا، لا على التعيين، اسم عشوائي من قائمة الصفحة الرئيسية. طبعا نختار لون خط أبيض بهذه الطريقة. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا غلاف